السلام عليكم اخواتي، انا حطيت لكم فيديو ديال هاد الموديل ديال راندا بماتسونو على اشكال مستطيل، على شكل مستطيل. كنتمنى تكونوا تستوعبوا ان شاء الله الدرس. هانتوما بالنسبه لهنا غنشرح لكم قبيله، قلت لكم الراندا كتبدا من هنايا، واحدة جوج ثلاثة، الرابعة كندير لون آخر، كنزيدو ثلاثة كنرجعو، هنا كنديرو واحد، هنا كانت واحدة، هنا جوج، هنا ثلاثة، هنا أربعة، كنبقى غدا وكنطلع، أون ميم طو كنخدم هنا اللون ديال الأرض ديال التوب، هنايا ملي كنوصل للسطر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السطر السابع، العين الأخرى كنديرها باللون آخر، باش كيمشي هاد اللون، بحال هكذا، وهاد اللون، وهاد اللون هذا. هذا كيجي هكذا، كنبقى غدا خدام، كنخلي لاسباس فين كيجي هاد المستطيل بحال هكا مائل، عاوتاني هنا كنخدم كنخلي لاسباس باش يجي المستطيل مائل، وكنبقى غدا بحال هكا، كيعطي هاد المنظر بحال هكذا. بزاف الاخوات طلبوني على هاد الموديل، وانا حاولت ندير لكم، درت لكم الفيديو الاول والثاني، حاولت نقرب لكم ونفهمكم مزيان، المهم درتو معكم بطريقه بسيطه جدا، كنتمنى تكونوا استوعبتوا وفهمتوا. غير هاد ماتسونو، ماتسونو ماركة مزيانة، بون نشوف شي موديل عندي هنا، باقي عندي شي حاجة فيها بالساشيه ديالها نوريها ليكم، نشرح ليكم مزيان. هانتوما عندي هاد الموديل هذا، شو هدا عقيق ماتسونو، قلتو هكا باش يبان ليكم مزيان، ها هو هدا، شو مود إن جابون، هادي ماركة مزيانة، هدا كيبقى هو هو، مكيتبدلش ليه اللون، كنتمنى يعجبكم الدرس وتفهموه وتستوعبوه. بالنسبه لهاد اللون هذا ماتسونو مات، بالنسبه لهذا حتى هو ماتسونو مات، ماركه مزيانه، يعني تقريبا كاع الالوان اللي عندي هذا حتى هو ماتسونو، هذا غالي بزاف ماشي بحال الاخرين، علاش كيكون مرب يعني كيكون مقاد، ما كتوحليش معاه في ليبره، كله مقاد لكن زويون، يعني كاين انتم هاد الارض هذا شو كيف داير، المهم كاع الالوان تقريبا. كنتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا، وكنتمنى لكم التوفيق، وشكرا على التعاليق ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم وعلى كل حاجه عبرتوا بها زوينه، كنشكركم بزاف بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق، واللي ما فهمتش شي حاجه تسولني في كومونتير، ما عندي حتى مشكل، مرحبا والف مرحبا، كنتمنى لكم التوفيق وشكرا.